عشان أنا عايزة ألعب بالمرجحة شوية. لا لما خلص دوري. بص يا عيال، أنا بزور الاسكوتر ازاي من غير ما امسك الايد بتاعتي؟ يا بيرو خلصي عشان اخد دوري في العجلة. لا يا حبيبي، أنا عايزة اخد اركب العجلة دي كتير. لا ماليش دعوة. لا ماليش دعوة. بص يا أشرف، الأولاد فرحانين ازاي؟ أيوة، وأنا فرحان عشان هم فرحانين. ربنا خليك لينا. استني أمنده عليهم. يا أولاد يا أولاد. نعم يا بابا. يلا يا أولاد بقى عشان تتغدوا. لا يا بابا، احنا هناكل شوية كده. أيوة النبي يا بابا، هنلعب شوية. عقبال يا بابا ما تحضروا الأكل، هنكون احنا لعبنا شوية. ماشي يا أولاد، قدامكم ربع ساعة. بصوا أنا بسوق الاسكوتر زي شمس. تقلد على فكرة يا عمر، انت اي حاجة بتقلديني. لا انا مش بقلدك. يا عيال بصوا، انا سايق العجلة برجل واحدة بس. يا سلام. يلا بقى عشان بابا وماما بصين علينا، واحنا قلنا له خمس دقايق وهنطلع. ايوة وانا كمان جوعت. يلا بقى عشان نلم الحاجة عشان نطلع، عشان انا كمان جوعت والله. يلا يا أولاد بقى عشان نتغدى. حاضر يا بابا، احنا خلاص اهو طالعين. يلا يا ماما بسرعة عشان احنا جعانين. أنا اللي هشيل البيتزا يا ماما. لا أنا. لا أنا. اسلم إيدك يا ماما، الأكل لذيذ قوي. أيوة يا ماما فعلا الأكل جميل جدا. فين الكاتشب يا ماما؟ أهو يا شمس. يلا يلا بقى يا أولاد عشان تلموا مع ماما، عشان أنا أعمل لكم مفاجأة. أنا هروح يا أولاد أجيب الحاجة حلوة اللي بابا جابها. ماشي يا ماما. أهو يا أولاد الحاجة حلوة اللي بابا جابها لكم، إيه رأيكم؟ جميلة جدا. أيوة يا ماما. يلا بقى يا أولاد روحوا ناموا زي أخواتكم. لا يا بابا، احنا عايزين نلعب شوية. هما ربع ساعة بس يا أولاد، وتروحوا تناموا. ماشي ماشي يا بابا.